السلام عليكم اخ الشيخ علاء، شو بتحكينا عن استهداف الطيران الروسي للمدنيين عندنا هون بالمنطقة الغوطة الشرقية مدينة سقبة؟ لا شك ابدا ولا يشك احد لا في الداخل ولا في الخارج ان هذه المناطق التي تستهدفها روسيا المجرمة مع النظام وغيره من الاعوان مناطق مدنية 100%. نرى الاطفال، نرى النساء، نرى الرجال الذين ليس لهم علاقة بالسلاح ابدا. انما هذا الكلام نضعه وهذه الحقيقه برسم المؤسسات التي تدعي انها اغاثيه والتي تدعي انها انسانيه وحقوقيه وما الى هنالك. الكل يعلم هذه الحقيقه، ولكن نشكو الى الله امرنا، الله يعطيك العافيه. الحمد لله على سلامتكم، سلامه الكل.